بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اخيرا صديقي العزيز، المغرب بتحصد الميداليه الذهبيه في الالعاب البارالمبيه. نعم، بعد سحب الميداليه الذهبيه من عبد الاله كاني، المغرب اصبح عندها 3 فضيات و4 برونز، كان باقي ذهب بس. ذهب بس علشان خاطر منصب بوجا يجي يقول لك باشا انت عايز ذهب، اتفضل ذهب اهو. على فكره كان في واحد مغربي امبارح محترم قال لي المغرب خدت ميداليه ذهب في سباق 400 متر. صراحة أنا كنت بقول له صاحبي لسه ما فيش الكلام ده، بس شكله كده كان قاري الموضوع بدري. البطل منصب بوجا منح المغرب أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في باريس. استطاع منصب بوجا يوم الخميس الفوز بالذهب في مباراة ألعاب القوة. الحمد لله النهارده يا اسطى مش امبارح، بس المهم الذهب جه. عقب احتلال المركز الأول في سباق 400 متر فئة تي 12، وقطع منصب بوجا المسافة في توقيت زمني قدره 48 ثانية ليصل المغرب إلى الميدالية الثامنة في الألعاب البارالمبية، ذهبية 3 فضيات و4 برونزيات. وتقريبا في المركز الثالث كان في بطل تونسي، يعني تقريبا المركز الثالث كان بطل تونسي، بس احنا كنا منتظرين الذهب الأول للمغرب، وفعلا منصب بوجا قدر إن هو يفوز بالميدالية الذهبية للتاريخ يا منصب. وتاني وتالت ورابع كل التحول التقدير لكل الابطال البارلمبيين اللي بيمثلوا بلادهم واللي اللي بيرفعوا الرايه الوطنيه بتاعت بلادهم بشكل كبير وبشكل قوي. فالف مليار مبروك لمنصب بوجا. منصب بوجا قدر ان هو يحط نفسه ويحط المملكه المغربيه على طريق الذهب في الالعاب البارلمبيه. فالف مليون مبروك لمنصب بوجا، ونتمنى ان شاء الله باذن الله الابطال الاولمبيين دول او الابطال البارلمبيين دول يتم معاملتهم بنفس معامله الابطال الاولمبيين، وان شاء الله باذن الله اول ما يرجع المغرب هيلاقي تكريم وهيلاقي الجمهور منتظره زي ما كان منتظر سفيان البقالي. ده بطل وده بطل يا صديقي العزيز، ده رفع الرايه وده كمان رفع الرايه. الف مليار مبروك لمنصب بوجا وكل الدعم لكل الابطال البارلمبيين في كل الدول العربيه علشان الناس تهتم معاهم اعلاميا، لان تاني وتالت ورابع الناس دي ما وصلتش في اي حاجه. الناس دي حاربت كتير عشان خاطر تقدر ان هي تشارك في البطولات دي، وقدرت كمان ان هي ترفع الرايه الوطنيه بتاع بلدها. فالف مليار مبروك لكل ابطال المغاربه والابطال التوانسه، وان شاء الله باذن الله مصر تاخد الميداليه الاولى في الالعاب البارالمبيه. ادعوا لنا يا اخوان.